إنجاز جديد يضاف إلى سجل إنجازات جامعة الشارقة، وهو حصولها على التصنيف الذهبي لإنجازاتها في مجال الاستدامة. وبهذا الإنجاز تصبح الجامعة الأولى في الوطن العربي التي تحصل على هذا التصنيف. وقد صنفت جمعية تحسين الاستدامة في التعليم العالي الجامعات المتقدمة، وعددها 1085 جامعة يمثلون 40 دولة، ومنحت الفئة الذهبية إلى 82 جامعة عالمية فقط. وتعمل الجمعية على تقييم الجامعات بحسب إنجازاتها في الاستدامة في 5 مجالات، هي الأكاديمي والشراكة المجتمعية وإدارة الموارد والتخطيط والإدارة والابتكار والقيادة. ومنذ البداية اهتمت جامعة الشارقة بمجالات التنمية المستدامة والتزام معايير البيئة النظيفة ودعم مشاريع الاستدامة فيها لمعالجة التحديات البيئية، وذلك في إطار تلبيتها لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومؤسس جامعة الشارقة. وتواصل هذا الاهتمام تنفيذا لتوجيهات السمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، التي تهدف إلى أن تصبح جامعة الشارقة مرجعاً إقليمياً وعالمياً للتميز في الاستدامة ونشر الوعي بين أفراد المجتمع وشرائحه بأهمية مفهوم الاستدامة ومكوناتها في مختلف المجالات. منذ عام 2017 ومكتب الاستدامة في جامعة الشارقة كان له الأثر الكبير في تعزيز الوعي بقضايا الاستدامة من خلال تنفيذ العديد من المبادرات البيئية وتنظيم الحملات والبرامج التوعوية، إلى جانب إنشاء دوائر للاستدامة التابعة لهذا المكتب، سعياً لأن تكون نموذجاً عالمياً يحتذى به في مجال الاستدامة والابتكار.